ولان في ظرف صار حق الضيف او الضيفه، فانا كنت خايفه على الضيفه والضيف بعد، وكنت احاتيهم بالتليفون لان احنا بمكان يعني شويه داعوس بين العرضيه الصناعيه صوب اللجنه اللي هني ما ادري شو اسمها، فكنت خايفه للامانه. فالضيفه وصلت بسلام، وهي تعتبر من صديقاتي وحبيباتي واعتبرها اختي واحبها وايد وايد وايد، لان هي فعلا اسميها المجاهده في الحياه، تحمل شهاده جميله وهي الدكتوره، انشهرت عن طريق التليفون في السوشيال ميديا، طيبه حبيبه تحب بلدها تحب تساعد الناس. فرحبوا معاي باربي سوشيال ميديا، انا مسميتها الباربي اللي شو خلود تشوفي تبي اللعبة يا لمبش الدلة طايحة الدلة صابة قهوة بنتي تعالي حياك الله تفضلي حياك الله قعدنا نحاتيك يا خلودة لا والله الحمد لله وين ضيعتي يقولون أمين مسخن أمين حرارته عالية إيه مسكين تعالي حياك نسوي عملية عملية شنو صبعة أخ ليش إيه شو اسمه مكسور صبعة ونجبر إيه؟ غلط تعالي كوكي تعالي كوكي شوف اليوم شنو مسوين الخبر